احنا كما قلت لكم قبيليك قاعده نطوي في المعاصم كما شفتوهم كلهم فرد فورما كلهم فرد طول ما لا وحده تعدي وحده حتى في الفينيسيون تاعهم يبداو مستويين ما فيهمش معناها ما فيهمش حراف طالعه ولا معوجين ولا مرتوبين فوالا مرتوبين وفرد طول باش من بعد نعطيكم اليوم برشا اسرار نتاعي. انا بالله باش نقول لك حاجه برك عجبتني الفازه نتاع البوش هي. ما تجيش واحده اعلى من واحده ولا اسمن من اختها. اي خاطر البوش ما مقصوصه قد قد ما نقصدش قد قد. ما نقصدش اميمه ودراره لا 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 لا, لا حتى تعرف انا حبيت فرد مره نعطيكم اميمه اسمن من دره عيب عليك يا ايوب خلينا نحكي يهديك على الاسرار نتاع الخدمه رجعت لك باهي نرجعوا لل هذايا المعاصم يلزمهم من بعد يتسقاو بشويه شحور ماهوش للديابيتيك الشحوره باهي اللي يقولوا لي باقي مشكله نتاع مكثر العباد هو الشحور انا في الشحور نتاع اي حاجه بالملسوقه نحط ديجا السكر نحط نبلو مشوار قبل ما نبدا الخدمه وخاطر يحب يتنفخ السكر كي يتنفخ يتعسل اكثر بون نحط مثلا اذا كان كيل بالكاس على زوز كيسان سكر كاس ماء ديما معناها هذه خدمه الملسوقه لكن كل حاجه والدوزه نتاعها راهو مش في كل شيء تمشي الدوزه هذه شو اسمها صمصه نعمل فوالا كاسين سكر وكاس ماء كاس ماء هذه تمشي سورتو الحاجات اللي فيهم الملسوقه السكر يتحل وحده في الماء خليه يرتاح تخليه يرتاح وبعد تحطه على النار هو يغلي بالقدا هو يولي ترانسبارون وقتها تحطوا القارص خاطر القارص كي تحطوه قبل ما يولي السكر ترانسبارون كاينكم ما حطيتوهش يطيب ياسر فيتامين سي نتاعو ما عاد تعطي حتى يفي ما عادش يسكر ما عاد يولي يتسكر هاو توا وقت اللي السكر يغلي بالقدا انا نحط له شويه قارص ونحطه يزيد يغلي حكايه ربع ساعه باش يطيب القارص ويعقد ومن بعد نطفي له ونخليه نحطوه هو بارد على المعاصم نحطه ولا نحطوه المعاصم متلذين من بعد يخرجوا بالبانسو تنوريكم بعد بالبانسو ندهن لهم وجههم ونرشهم بالفيتو حاضر يا سيدي يعطيك الصحة هذا الحلو المالح تو وصلنا للكريب مع الشيف الذكي هذا الشيف الممتاز سمارت شيف سمارت شيف باش نحضروا معاه الكريب اللي باش نعملوها كيف ما قلنا رولي باش تكون مالحة اليوم وباش نطيبوها في الكوشة خذيت انا المستحضر نتاع الكريب هذا باش نحلو في عظيمة باش نركضها وباش نزيد عليهم حليب يا دونك باش نصب المستحضر هذا نتاع الكريب هنا. من عظمه يو؟ نعمل من عظمه لعظمتي في وسط المستحضر حسب الابيسير اللي انا نحبه. دونك الملح موجود فيه كل شيء موجود في وسط المستحضر ما نسحقش نزيد نفوحه باش نزيد عليه حليب يا دونك الحليب هنا مقدار كاس حليب. انا خاطر استعملت شطر باكو اما اذا كان باكو كامل نستعمله نص سيتر حليب يبذر بالقدا ما شاء الله. ما تعينك ميزانك لهنا هو عيني ميزاني. انا هنا عيني ميزاني انا كاس حليب النجم نقدره خاطر بالخبره لكن في الدار تاخذ كاس حليب على نص باكو كريب من عند سمارت شيف يبدا باكو كامل تعمل عليه نص ايتر حليب دونك كي تخلطوا هذوما الكل معاهم عظيمه كما قلنا النجم هنا باش يعطيني لمعه من بعد كي تطيب الورقه نتاعي وتجي مزيانه وخفيفه هشوشه نعمل لها شويه زيت اخترت هذايا بالسيترون من عند سفير نفوح به الكريب نتاعي نركضها بالبدايه كما قلت ما نسحقش نزيد ملح ولا فحات فيها اذا انا باش نعملها مالحه نجم نزيدها شويه زعتر هك زعتر شايح والا نجم نزيدها الفحات نحب عليهم حبق اللي نحب عليه انا هذا الكل يتركض نخليها البات نتاعي ترتاح مده ربع ساعه ومن بعد نبدا نطيب كعيبات الكريب اللي باش نعمل لهم فارس خاص شويه باش نحضر الدجاج باش السوتيه تو نشوف كيفاش نفوحوه باش نستعمل معاهم قوتا جبونات كل قدير وقدر كل واحد فيش حدك يا دره وخيتي لهنا عندك جاعت سكينه دره في دره اللي تجي تعمل معاك الكريب مرحبتين بيك شيخ صح قولك اما ترو اما نقول لك علاش انا متمانه خاطر ما تنجم تذوق منها شيء لما تدخل لا 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 تدخلي فوق الطاوله اسكت على نفسك هي ديما مسكينه طيب واحنا ناكلوا هي طيب ونحن ناكلوا مرحبتين الدره اليوم معلومه باهيه باش ناكلوا ثلاثه مع بعضنا سبا هيا به حبيت نعملها سوربريز الدره خاطر يا اخي هاي شو شوك شتبكي شو باش تبكي نشكر كل من ساهم من قريب ولا من بعيد في هالحدث درها توا تقول تربح في انتخابات بلديه ولا تتعشى ولا تفطر تقول لك توا 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 ناكل
احنا زاد توا استقبلنا ناديه بوعسيده. مرحبا بك ندوش. مرحبا مرحبا بونجور. اسمع ناديه وين تجي تجيب معاها ضحكه ديما يشدنا فوغيغ ولا كريز نتاع الضحك. مره الاخرى ناديه تبكي وشوافر طالعوا لهنا وضيفه خفيفه تروح. بالحق انا كي نعرفها جايه نبدا متفرهده. فرهده توا متفرهده متفرهده سيغتو اليوم مش نحكيو على الجو الشتيح. اليوم دخلت للبلاتو نلقى جماعة تشتاح والشيفة تعمل هكا بالمنديل، دونك قلت علاش ما نحكيش اليوم على زينة وعزيزة. اليوم نجم سامحني تقول عليها زينة عزيزة الشطحة ولا الكار؟ ما تبعدش على خاطر تعرف الشاهية باش ناكل واحد ينباع. الوغ ندوش اليوم باش نحكيو على الجو والعرس والموسيقى نتاع لو كوتي انيماسيون في المارياج. كيفاش كومون شوازي معناها الانيماسيون او كور دو في المارياج نتاعنا. المعمول به لو كلاسيك هي سي لا تروب اورينتال كيما سالسنا العواده كيما سالسنا في موزيك جي طالع ومغني هابط هذوك هما اكزاكتومون هي الفرقه الاورينتال نتاعنا لي ميوزيسيان معناها لي انسترومون. احنا باش نحكيو على ليله العرس ولا الليالي الكل؟ تو باش نحكيو على ليله العرس. مي فما حاجات ناخذهم خاطر يمشيو اكثر في ليالي اخرين كو ليالي يختاروا ليله العرس. بالوريونتال كيما بيمونت كيان فلفل مرعبي عوض الاخر دربوكا وطارو والمزودين فرقه تاع ليله لازمه معناها حاجه سي سور سي سور. سيك نحضر كل شيء على العرس كل شيء. انت سايبوني انتم خايرين مني. اسمع حاسه كان جو دره باش تعرس تك تك وين في بعد 50 في الميتين نقول مرحبا بكم انا دره نزلت ننبر عليها ما لقيتش راجل. دونك تروب اورينتال دونك اللي هي تكون جينيرالمون اكومباني كيما قلت انت دي زارتيست سوا توينسا سوا من برا. هو احنا البيدجي نتاع عندك خلينا من لبنان كيف بالكش احنا من لبنان اكزاكتومون. دونك يختاروا معناها دي زارتيست معناها يغنيو مع الفرقه بيان سور. اللي توا اكثر معناها نقولوا احنا توندونس برشا والعباد ولاو يبريفير سا اي هما لي لايف باند اللي هما ولاو برشا في العروسه اكزاكتومون اي سورتو لي لايف باند اللي يغنيو اورينتال واوكسيدونتال. دونك هذوما يلقاو فيهم ياسر العباد رواحهم يقول لك فوالا جي ان بروغرام فاريي. دونك فما الاورينتال فما الاوكسيدونتال اي سورتو كي يبدا مثلا ان مارياج ميكس تبدا مثلا العروس مش تونسي معناها من برا فرنسا دونك يلقاو الجاوري اكزاكتومون. دونك يوغا دي زانفيتي من برا قلت بهيجي خذت جاوري ربي يستر علينا. لا توا عادي عادي لا توا نورمال اكزاكتومون عادي. دونك معناها يل بريفير يعملوا لايف باند اللي عندها ان بروغرام اورينتال اوكسيدونتال باش العباد اللي معاهم كمان يلقاو حاجه يفهموها. بون مش قول لي كان انا غلطه ولا جينيرالمون لوكسيدونتال يصير بعد منوي يبداو بالاورينتال للعائله ودرشين بعد يقعد لوكسيدونتال للصحاب والشهرين. اكزاكتومون في الشرق وجمعوا كي صحيح سي فغي. هذاك كي يخدم من الاول يقول لك ناخذ جروب معناها تروب اورينتال فرقتنا المسانسين بيا مع الفنانين ا بارتير دو منوي اون اور يولي دي جي باش يخدموا حاجات اوكسيدونتال. دونك لهنا ياخذوا بلوتو ان دي جي فان دو لا سواري. لهنا في الكتاب فما باند باند سان بروغرام فاريي دونك شويه شرقي شويه غربي شويه غربي. دونك مش فان دو لا سواري سي بلوتو ما يقسموش. دونك اكزاكتومون سي او كور دو لا سواري فما اون بانوبلي تحفونا نتاع الباند ما تجيش في سال لايف باند شفت فما جينيرالمون يبدا عرس في ثانيه في دار في ريستو ميم حتى في الصاله تعرف علاش وميم خاطر عندهم ان بروغرام لوريونتال اللي كانوا فرقه ما تغني معناها اي ميم بلوس هما حاجات مزيانين برشا اليوم ولاو يغنيو الاغاني الروفيزيتي القديمه نتاعنا اللي تو ياسر يحبوهم حتى العباد الكبار يقول لك اي نحب نسمع هيد جويني كيما دازيتيني يعني جيتك تاع اسماعيل الحطاب ولا تغوميكسي محلاها وروفيزيتي وكل شيء اكزاكتومون. تو احنا حكينا على ليله العرس فما في بعض المناطق مثلا تلقى ليله العرس ما تبداش كان في الليل معناها حتى الفرق ودرا شنو تلقاهم من القايله صحيتك العروسه تعمل حاجه عندها فرقتها ودرا شنو وبعد العروس عنده حاجه في دارهم يعملها ومن بعد يجيبوا صحابه كيما مثلا نحكي على روحي مثلا نحن في منزل بوزلفه ولايه نابل العروس يجيبوا فرقه نحاسيه يجيبوه للعروسه العروسه تلقاها هي ديجا عندها فرقه ودرا شنو يجي باش يهز مرته يمشوا بالكهرباء كيف كيف معاهم الفرقه النحاسيه يوصلوهم للصاله الفضايح
وي اما جاو مش دار مره وا هل ني ميم تراديسيون كيما في المهيد وانا بتات خلاص المهيد عندهم هكاك عندهم العروس يتعدى مع فرقه يمشي نرجع انا بالجحف عامل لي موزيك تراها في جربه فما الجحفه وي فما الطبيل الجربي شنو معروف برشا فما طبيل قرقنه زاده طبيل قرقنه اللي عملوه زاده في السهريات نتاعهم يحبون برشا صفاقسيه معناها يحبون صحيح نحب نقدم تحيه لصاحبتي مره قالت لي رانا جبنا ديسكيراتور في العرس عندي تجي ديسكيراتور عارفه بروحها مانيش باش نضحك ابعد عليه ديسكيراتور دونك فوالا سي فغي في لي سواري الاخرين مش كان ليله العرس هما شكون يبدا يعمل قايله فما التيجانيه نتاع الحمام فما صحيح فما اللوطيه اللوطيه ديما يخدم يتقدم في ما يمشيوش عليه عندك كلام على الخايله ليه عليك ويدينغ بلانر من الخايله من الخايله ليه بالحق ويدينغ بلانر تنجم تقول لها راني انا من البلاصه الفلانيه وراه هكا عاداتنا ونطلب هذا وهذا في القايله هي خاطر ابخي تو ابار لا فيزيون اللي عندها اون طونك ارتيست لازم تنفذ اللي يحبوه العرايس سي سا الويدينغ بلانر نشوف راجلي سبيخسي كيف راني فرقه النحاسيه توصل فيها أقول لك شو الغلبة هذي شنو الغلبة هذي يعني شو يوصلوني لويني فاطمة آخر المطار الراجل راهو فما دي تراديسيون اللي مثلا بالحق يبدا مثلا المرأة صفاقسية باغ إكزومبل باغ إكزومبل عن في صفاقس هما جلوة صفاقسية اللي هي العروس كلها مغطية تتجلى دونك العروس كي بداش يعرف ألافونس خاطر جينيرالمون العروس تحكي له واش تقول له عندي جلوة تو تشوف تو فا ديكوفغيغ جلوة أحلى من تحس العروس باهت يقول لك شكون أنت لا عندي فازة أخرى حاجات ما نعرفهمش أول مرة جيني استدعاء وقتها بدا معناها حاجة ما نعرفهاش هي العلاقة ما نعرفهاش كتبوها العلاقة أنا نقرا نهار 26 يوم العلاقة نهار 27 كتب صديق اللي هي شنو العلاقة؟ العلاقة العلاقة يهزوا فيها البخور ويهزوا فيها اللبان يهزوا فيها الحنة يهزوا فيها الحاجات هي قفة كبيرة تهز فيها القضية فما في دستور العلاقة في حتى احنا عندنا في جرجيس عندنا في جرجيس في جربة يعملوها في جابس في تطاوين اسمع سانسيرمون تحية لتونس الكل اما من احلى العروسات اللي حضرت فيهم عرس جربي جربي بيان سور تحية الحقيقة عندهم لما حالة تتعب العروسة كرزن نتاع الذهب الله ما يتعبنيش والله لا يتعبني ليه بالحق تتعب العروسة سختم هي القوة في العروسات نتاع جربة مثلا خلاف الجو انا عائلتي زاد عائلة امي من جربة عرفتني انا قداش لبنان وجربة ومنزل مثال تونس الاصل لبنان وعروسة التطاوين مزيانين فاطمة بالله اسم فتحيه قول على الجحفه بالله وين هذا الجحفه ما تعرفيش وين مشيت الجرزيس مع ايوب يا اخي في عرس عندنا معناها خدمه هم قالوا جحفه جحفه جيت وانا نحب نشوفها معناها محلاها كل الناقه تزوز وعليها العروسه مشيت نجري وفركس وفركس لا فما لا جحفه لا شيء رجعت قلت لهم ما فماش يا قالوا هيك جابوها توا طلعت كتفة 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 مزينة يا حسر على الجحفة هذيك تجي كرهبة تجي جحفة مودرن جحفة قلت الجحفة الجو اللي فيها انه الجمل هو اللي يقود كل شيء معناها الجمل يمشي ربيع ساعة ويقف ويزمك كيف يقف يغني ويشتح ويعمل ما تنجم معناها بين الجمل والتحكية أنا ركشين يقعدوا للصباح باش يوصلوا راهو بين فلانة لازم تجيب كل شيء الجمل بس في عرس كيما اللي حكيت عليه أنت كل مرة لي تابلو روند كي يبدا في بلاصة أن بو سبيسيال على البحر ودري شنو عملوا أن فيولونيست وانا من الاول قلقت قلت سي تري سنوب سي دراشي مي سيتي مانيفيك مع العشاء قاعد يتسربى ونسواغي كوكتيل سورتو العشاء انت علاش مادام الرم كل شيء مانيفيك اخب اخب تصور باش نقول لك علاش الفيولونيست خاطر سي امبورتون بوندون لو ديني في معروسات يقول لك لازم ينعش العباد ما يعملش ان كوكتيل ديناتوار يعمل ان ديني معناها اونتري دوك العباد تاكل ما تنجمش العباد تاكل والموسيقى تضرب ولا فنان يغني والعباد لاهين في اللصحنه نتاعهم ما تجيش فما يجيبوا فرقه بحذاك تاكل ويزمك والفرقه تاكل زاده وتعزف الناس كلها هذه يا بنتي اللي حضرت عروسات انت نجم تكون فيهم عرفت عرفت النادي هكا ويسر فيه
يا بنتي ليه البو تو فيغ هكا ولا ايه؟ اي مي الحاجات المعنى اللي معقوله. انت في لو فيلم تاع ويدينغ بلانر ولا ايه؟ تقول لك فكان العرس نتاع لي غريك اللي بداو يكسروا في الوسط احنا طلعت من عاداتهم وهي تبكي كريتهم غاليين على الاخر كل شيء على حسابه يعملوا ياي وتعمل لك نو لا غصنوا ما صارت ليش ما نعرف نعرف جينيرالمون لي تخلصوا اما بالحق راه ساعات على حاجات كسروهم مش بيهم اكتبزوني كاكينون وكسر جيني خالمو يبدا عندي علم بال والحاجات اللي نعرفهم بالحق ما يسيروش ولا ما همش مش حلوين دونك جيسي دو كونساي سورتو جو نقول لك فما حاجات ما يركبوش على حاجات سانسيغمون نجم انت تقول لي مثلا نحب انا سهريه عربي باللي تراديسيون نتاعنا الكل تحسوا لو كونتكست الكل كويرون اما مثلا في صاله وتجي تعمل حاجه معناها تراديسيونيل تحطها نيمبورت كومون نو يزم يزم حاجه اتوديي فهمت كون فول علاش ويدينغ بلانر هي تخطط كل شيء باش يبدا كل شيء كويغون ما تحطش حاجه شوكونت قام عاش انا فهمت بين يدي كان عبد مثلا اللي يبدا لبس عليه ولا سي دارجون كل شيء نعطيو ليكزومبل دو وليد تونسي مثلا مغروم بوليد تونسي اما باش يجيب باند اسكو نجم الباند تقص يطلع سون ارتيست بريفيري ولا سا شانتوز بريفيري وترجع الباند ولا ما يجيوش مع بعضهم انك تجيب فنان تحبه باند با دو تو تجي اول حاجه الباند اللي نحكي لكم عليه توا اللي يعملوا اورينتال اوكسيدونتال جينيرالمون حافظين لي بروغرام تاع الفنانين دونك عرفت كي باند ودي ميوزيسيان صحاح دونك يبوف سون سورتير دونك ينجم فنان يطلع مع الباند فما شكون يقول لك مثلا ليكزامبل نتاع وليد التونسي يحب مع فرقته معناها اكومباني دونك شو حاجه برك اللي انا معناها جينيرالمون ما يلزمش تصير في العروسات اللي هي تهبط فرقه وتطلع فرقه شو معناها معناها ديزانستالاسيون دونك سا بخون بوكو دو تون ديزاغريابل اكزاكتومون وباش تراعي عباد خارجين بفلويت العباد تلف الخيوط ما تجيش دونك كيسكو اون في نعملو دو سين دونك سين نتاع البان وسين نتاع الفرقه باش تجي من بعد دونك جوست من بعد لي ميوزيسيان يطلعوا ياخذوا بلايصهم العباد تبدل كريس تعمل ساعه يكونوا قاعدين هكا ولا قاعدين اي في عرس سمير الويفي في دو سين اي صحيت سمير العباد منه ومن اما شو الحضور كان هكا في كاتيدرال ويا في اون سين منا وين سين منا دونك العباد ال بوفوار مين اكزاكتومون دونك تو بريفوا من الاول مي سي فيزابل معناها تنجم تعمل بروجرام اللي تحب عليه كما قلت ساعات عرايس في مخهم فنان يقول لك انا نحب نعمل حاجه اوكسيدونتال الفنان نتاعي بريفيري اسمه يكون بريزون دونك تسي معناها سي فيزابل انا مثلا عمري ما نتصور عرسي من غير يسرى محنوش بالحق عرفت عليها من تو ليلي بالحق من تو بالحق ما نتصورش عرسي من غير يسرى محنوش انا ما نتصورش عرسي من غير فيصل ولتحومتي تاع فيصل تاع فيصل حاجه فينومين عرفتك اللي يخرجوا يغني واني مايق مايت ما يبقش تحية فيصل اسمعوا انا نحبهم كان يغني واي 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 ليه وعنده الرار واني مايق مايت والله كنت كثير حافه كل دام في البونتويت اللي مبلوكيتهم الفيسبوك مسكينه في الجنوب التونسي التو ما زلنا محافظين على الطابع التقليدي العربي انا اكثر حاجه نحييها في نساء الجنوب خاصه انهم التو ما زالوا يلبسوا الماليه التقليديه ويفتخروا بها ويبدوا مهتمين بالديتاي نتاع الديتاي نتاع الديتاي حتى في الشمال راهو يا ايوب بالضبط راهو بالضبط اما انا نحكي لك على هو يحكي على بلاصه يعرفها انا بدي نحكي له على بلاصه ما اعرفها يحكي على بلاصه عرفها ايوب توا وليت الماليه والقميش نتاع الماليه والاكسسوار نتاع الماليه ولاو توا لي كرياتريس ولي كرياتور جدد يستغلوا فيهم ويعملوا فيهم حاجات مي اخف شويه يوظفوه في وسط عندنا مهدي قلال ديرنيرمون عمل عرض كبير في باريس اي عمل عرض بالخامه التونسيه عمل الخامه التونسيه استعمل الخامة التونسية في الأقمشة نتاعو ونال إعجاب برشا عباد حاجة طيارة معناتها موجودة ربي أم تي بوان صار المهدي خاطر نحن أوني لا زادة باش نساندوا العباد هذوما مهدي قعد دبشوا ثلاثة أيام واحد في الديوانة ما نجمش يخرجوا هو طلع على حسابه لباريس في الفاشن ويك ونور تونس وخدم كان بالحاجات التوانسة كي روح وهو عالم يعني علم الديوانة على كل شيء من دبشوا كل شيء فريمون أنا جي بارتاجي سور فيسبوك كتبت سي أونتو على خاطر عبد شرف لك بلادك تبلو كيلو ثلاثة أيام دبشوا ولا أربع أيام ما تخليهش يخرجهم يعني في عود نشجعوا العباد باش تزيد تنورنا راه وصلنا فما عباد تخدم في خدمتها راه لا أنا معاك أنا معاك إنه أي أختيست ولا وعلم ليه هو أنا وقتاش تكلمت وقت اللي أنا شفت الوثائق القانونية اللي هو علم قبل ما يروح
وعلم على كل قطعة من حوايجه وكل شيء. علاش إلي صعب تتحل الدنيا وتولي ماركة عالمية وتولي من أغلى الماركات في العالم؟ علي قروي حاجة كبيرة، علاش ما فماش مساندة للفاشن؟ معناها كان ما فماش دي سبونسور يلموا بعضهم ويعملوا الفاشن ويك في تونس، والا تبدا تلقاه مسكين يعمل فيه ايفينمون وروحوا طالعه والتلفزه هذيك ما تجيش والاوتوريزاسيون هذيك ما يخذيش المتير هذيك مع العلم. بالحق مانيش متلفتين للفاشن رغم اللي عندنا تلفيت صح. احمد تلفيت خدمته رائعه. احنا باش نزيدوا روبريك فاشن في الايميسيون نتاعنا وباش تفرحوا بها. بالحق عندنا دي كرياتور، عندنا دي كومبيتونس كيما احمد تلفيت كيما مهدي قلال، عندنا موزايك نتاع حوايج راهو في بلدان اخرى تلقى لبسه ولا زوز. احنا عندنا تبارك الله ما شاء الله الجنوب حاجه الشمال حاجه الوسط حاجه باتريمون وعندنا لي كرياتور راهو من 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 حتى شيء يخلق لك حاجه ياسر مزيانه اللي بالحق تقول ماذا بينا كان توصل للعباد ويشوفوا لي تراديسيون نتاعنا ونجموا يلبسوهم هما. انا مره عرضت في امال علوان لابسه جين سروال جين وان بول تري سامبل بليدين وكله فوق الخلال والخمسه وان بتي تالون هكا اون ارجون. راهي اللبسه كي نقول لك ما نجمتش نحي عينيا من على اللبسه. لبسة الكل عادية بالحق وذي الكل خلال وذي خمسة والطالون في لون الخمسة. قلت شو ما شبه لبستنا معناها انكرويب. رجعوا رجعوا برشا للحاجة الغوفيزيتي شو اسمها إيمان الشريف تلبس برشا من لبستنا برشا فناني لطيفة العرفي. لطيفة العرفي وكليب أسمع عثماني الاخر لطفي بوشير يما لاسمردوني كله دنجري وكله لطفي بوشناق قايله بيها زهره لجنف برشا تحيه لصالح بركه اللي ديما يحافظ على الفولاره الفلوغي على المراو الفضيله على ديما يعمل توش نتاعو في كليب في مسلسل في اللي هو عمل تابع تونسي. امبوسيبل نهار تغزل البروجي في التلفزه وما تقولش تيان هذا ما يكون لبس كان صالح بركه ولا يعني تعرفوا بالتعب. ومهما نقول لك حاجه سي فغي عندنا بوكو دو كرياتور وماذا بيهم راهم يخرجوا وماذا بيهم يظهروا وماذا بيهم مي راهو لو دومين يسوفر يسوفر لو دومين نتاع لي ستيليست موديليست راهو يسوفر فو اللي فما دي زانترو دخلوا فما عباد اللي ماهوش دو دومين دونك اللي يخدم بالصنعه اللي بيدو اللي هو فريمون ان ستيليست موديليست توا يسوفر معناها ماهوش لاقي روحه في الدومين. دونك بالحق هذوما لي كوستومي كان ما عيطولهمش في مسلسل والا درشنية منين عنده هو صحيت وكان ما تعملوش اسمه تعمل له شهره كبيره كيفاش هو يجي مثلا قطعه يبيع لك ب 500000 باش تقول له الوي عليك رغم اللي هو تاعب واتولي وخدام ما درش. مو انت تساندو باش يعمل اسم عالمي باش تولي اسمه ماركه باش تولي. انا معاك اميمه ونساندو اي مصمم تونسي معناها يشجع في المنتوج التونسي وراهو الماتينال ليكم انتوما وفضاء ليكم انتوما مرحبا بكم في كل وقت وتعملوا معناتها شنو عملتوا جديد لي نوفيل كوليكسيون اللي تحبوا مرحبا بكم في كل وقت ومرحبا. ميرسي بيان سور معناها كان واحد عنده مساحه علاش ما يستغلش باش يعاون ولاد بلادي. خلي المراه تكمل تحكي لنا على الفرقه. لا جوست مش كامل نحكيوا حاجه صغيره برشا ما عادش عندنا برشا التروب فرقه نساء تو كيف كيف تراجعوا لهم برشا ولا يجيبوهم في اللوتيات ويجيبوهم في الحنه نتاع العروسه دونك وفما يجيبوهم زاد في السهرات النسائيه فما ولات موضه ياسر انه ما عادش فما ياسر اختلاط معناها ماذا بهم معناتها فما نساء برشا محجبات يحبوا يلبسوا لبسه تونسيه تقليديه اللي تكون عريانه يعملوا حنا الكبيره دونك ماذا بهم رجال لا دونك الفرقه تكون نسائيه ولو فما رجال يحطوهم في الديار وجوست بالميكرو هكا هو تلقاه في البيت ما يشوفش نساء اما صوته هكا يردد مع ولا ياخذوا يكريوا تو شو اللي يعملوا مثلا ياخذوا في بلاصه يكريوا دو سال لا سال برينسيبال هي فيها نساء وفيها الفرقه برينسيبال نساء خاطر الفرقه نسائي وكما قلت انت رجال عندهم جوست الصوت يسمعوا في الموزيكا وفي الاغاني فما حتى دي سواغي اونتخ في مش لازم عرس ولاو الفرق النسائيه تخيز اون فوغ تقول لك ليله سهريه نتاع نساء كلها اون روز احنا نعرف قعدت معنا مدام جوده ناجح جوده ناجح عندها فرقه حلوه برشا اي باغمي باغمي بركره لي تروب اللي يحبوهم برشا مدام جوده ناجح معناها يعيطوا لهم برشا في لي ماغي خاطر السيد التونسي لو يحب التونس اكزاكتلي التونسي يحب الفون واحنا نحبوك يا دره وكان تقول لنا ايش حضرت لنا ما شو رايك نخرج قبل البيب بعد نرجع لا لا قبل لا لا تخرج لا 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 بربي انت قبل خويا نحب نادية تحضر على تقطيعك وتاني انت قبل البيب اوكي الله يبارك حكم القوي اللي
الخبر الاولاني على الممثل التونسي فيصل الحذيري اللي هب التصوير ويهمك الخبر مكستم وبحذاه طفله لابسه روب عروسه. العروسه هي الممثله رابعة سيفي. فيصل كتب كومنتير على التصويره قال ان شاء الله ربي يهني، ورابعة حتى هي بارتجت نفس التصويرة على الكونت فيسبوك متاعها. الناس طاحوا يهنيوا ويباركوا ويزغرتوا من غير ما يتأكدوا انهم عرسوا بالرسمي ولا تصويرة هذيك تصويرة من السيت كوم. انا نرجح ومانيش متأكدة من حد شيء، نخمم انها مش تصويرة عرس لثلاثة اسباب. السبب الاولاني كان عروسة وين النقشة. السبب الثاني رمضان اقرب برشا. واخر سبب معقول يعرسوا ستار وما يصوروش 360 درجة؟ لوجيك. السبب الرابع اللي ما نجمش فيصل يعرس من غير ما يعيط لي، خاطر نضحك يا فيصل نضحك. فوالا. الخبر الثاني على سبونسرة الفقرة الفنانة العطرة أحلام اللي عملت لايف في الفيسبوك. تكرهها بطريقة غريبة. شنو؟ تكرهها بطريقة غريبة. على هي محبوبة. اسمع في بالك تكرهها، أما كان نهار أحلام تولي عاقلة ما عادش تلقى ما تخدم در. أنت رزق رزق راهو فما عباد رزق لي أنا. حليب أولادك هذيك. أحلام عملت لايف في الفيسبوك تحكي مع المتابعين متاعها على علاقتها مع إليسا. حسب رأيكم كيفاش عبرت على محبتها ليها؟ أحلام قالت إنه لو كان يصير حريق في استوديو لطف علينا استوديو ذا فويس تفقد تفقد رد بالك أول واحدة تنقذها هي إليسا. في بالكم أنتم هذه أقوى حاجة تنجم تعبر بها أحلام على محبتها لإليسا؟ أحلام باش تزيد تقنع الناس إنها تحب إليسا اللي أقوى من إنه تنقذها من حريق هو اللي تهزها معها تعمل شوبينج. ما تعرفوش انتم أحلام كي تود عبد تخرجوا يعمل معها شوبينج. إليسا عجبك الفستان اشتريهولك، عجبك الخاتم اشتريهولش اشتريهولش، عجبك المحل اشتريهولش، عجبك صاحب المحل اشتريهولش، ونص لفه زاده بالله. شفتوا المده الاخرى شفناها ولات تلبس برشا في الجوتشي ولات مهتمه مقبل. لا توا الشيخه بكل مره تعمل مظهر جديد، وعجبتني المره الاخرى الجوتشي ما لبسته مع حاجه زادتها توش عربيه مش خالص البيب ولا توا يعني جوتشي استنى فينا ودانشن قبان جبينا ولا شنو. الخبر الثالث بون نحب نقول فيه برافو ولا الكلمه الاصح هي يعطيك الصحه ويرحم ويجزيك. السلافة وخرجي اللي هزت روحها ومشيت طلت على الفنانة الكبيرة نادية لطفي في السبيطار. عكس برشا فنانين يا فاطمة بعثوا جوست بكويات متاع ورد ولا أصلا ما همهمش همتهمش الحكاية. سلافة مشيت بنفسها تطمن على السوبر ستار متاع أفلام الأبيض والأكحل وبالرسمي يقولوا لها يرحم والديك. كيفاش سامحني يا نادية الفواخرجي معناها مشيت هي بركة؟ لا هي مشيت لها للسبيطار وقعدت بحذاها طلت عليها مش معناها كلمة صحفيين هاني باش نمشي. سامحني سمير صبري امبوسيبل يكون ما مشاش ديما مساند للفنان المصري. اما اللي تانونسيت برشا الحكايه خاطر شويه مشاو لها هي باغمي الفنانات اللي مشاو لها. قطب راهي ناديه لطفي بيان سور ناديه لطفي ربي يشفيها. ربي ناديه الفنانين توانسه طلوا على دلندا عبد ولا طلوا على لطفي جرمانه المريض راهو يعني ساعات حتى ان سامبل كود تليفون راهو يفرحهم فوق القيمه. مع الفنان ملي يكون تليفونه ما يقفش ولا سكسي والشارع واقف ويتعدى يلقى روحه في فرشه وديجا الفنان كي ما عادش تعيط له انا نقعد عام ما نخدمش يحس في نفسي تتوحش كاميراوات والعبيد وغزره العبيد وهكا سيلفي وكل كلمه الحلوه وكل كلمه الخايبه وكل شيء راهو فنان كي يشد الفرش ويمرض راهو ستخيد ولا سونسيبل على الاخر. اخر خبر على مغني الراب الامريكاني كيني ويست اللي حسب تلميحاته في تويتر ظاهر انه ناوي يدخل الانتخابات الجايه الامريكيه ويرشح روحه للرئاسيه. ويست فيه مواصفات رئيس طياره. أول حاجة إنسان محبوب ياسر وعنده بارشا ديفان. ثاني حاجة متأكدين من سلامته العقلية بما أنه تم فحصه بارشا مرات ودخل السبيطار بارشا مرات وسايبوه معناها هو سافا. وآخر أهم وآخر تحليل نظيف وأهم سبب وأهم سبب وأحسن سبب ينجم يخلي أي واحد يفوتيله ويولي رئيس أمريكا أنه السيدة الأولى لأمريكا باش تكون خارديش إنه الله الله تحطوها على التناجم تحطوها على التنابر. اسمع عمري تحطوها عمرك شريت توانسه يبوتي ولا امريكي هذا شنو باش يخليوا الانتخابات البلديه يبوتي في امريكا.
انا واحد من الناس اول من بيصوت لها هي مش ترشح ولا هو عشان مرتك تصوتك يا ربي مازال بكري شوفوا يمشي قاعد ايوب اللي في صوته عليها ايوب عندنا بنك البر الحمد لله من الطف الله ما زلت عازم سطرك ربي ايوب وربي احنا نخرج توا ريبورتاج من صار اليوم وناديه باش تلقاوها من بعد في الكوجينه 30 أفريل 1789 جورج واشنطن يولي أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية ويحكم من عام 1789 حتى العام 1797 جورج واشنطن خدم فلاح مهندس ثم ضابط قبل ما يولي رئيس هو كان القائد الأعلى في الجيش في الحرب الانفصالية الأمريكية وهو اللي ساهم في إقرار النظام الفيدرالي 30 أفريل 1945 الزعيم النازي أدولف هتلر يخسر الحرب العالمية الثانية وينتحر هتلر هو مؤسس حزب العمال الألماني الاشتراكي حكم ألمانيا بين 1933 حتى العام 1945 هو واحد من أكثر الشخصيات الدموية في التاريخ كما صار اليوم 30 أفريل 1980 ملكة هولندا جوليانا تقرر تتنازل على عرشها لفائدة بنتها بياتريس اكستالو هي بياتريكس فور النيوة كونينين نهار كيما اليوم 30 أفريل 1982 تتولد ممثلة من أشهر الممثلات في هوليوود كريستين دانسيت من أصل سويدي كريستين كانت عارضة أزياء قبل ما تولي ممثلة من أشهر الأفلام مثلت فيهم فيلم سبايدر مان عام 2000 I can't survive without you. الوغ غلبتني الريحه ونشوف شنو نقعد غادي هكا دونك جيت خنشوف مع الشيفين شنو عاملي دايغ مسيس بلا جوي هذه خدي ما نمشي نعمل ديغوستاسيون الخدمه نتاعك تركز اكيد اكثر على الكوجينه سي تري امبورطون خاطر كليون اكثر من فرقه ومن مزيكة تبين ماكلة دونك هذاك علاش احنا معاكم ساده المشاهدين باش نضمن لكم دباره مزيانه وخفيفه وسهله وحلوه مع الشيف فتحيه أنا هاو باش نوريهم كيفاش باش نشحر دو بلاش ما نصبوش صبار ما نسقيوش لا بالبانسو ولا بالمغرفة بالسياسة ودو بلاش ما تبدا تحط هكايا وترش توت سويت الفاكهة باش تلصق يلزم السكر متلذذ والمعاصم متلذين باش ما يشربوناش برشا سكر وما يجلدوش هاي فكرة حلوة وهكا ومام طون يلمعوا ولا ومام طون يلمعوا وما فيهمش ياسر سكر خاطر باش تغطسهم في الشحور يوليو حلوين ياسر حتى لونهم مزيان ما أكثرش من هكا الطياب لا لا ما أكثرش يتحمروا شوي هما طيبة كريمتهم مش طيب كان الورقة انت باهي برشا أنا أنت عندك معاصم ولا سويبعات فاطمة ولا شو اسمهم هذوما سويبعات ولا تو باش نحضر معاصم على المكبر دونك باش نحضروا كيف ما قلنا السادة المشاهدين أختنا نادية أنت باش تحضر ايش قولك نحصلك تحب كل خنتبعك حاضر الدلال سيدي دونك انا مع طماطم سفير باش نبدا باش نحضر هالكريب نتاعي باش نعملها رولي باش نحطها في الكوشه تولي غراتيني قالت اختنا وميمه دونك تعبت الكريب نتاعي طيبتهم لولا باش نعملها كيما البيتزا باش نحط الميم انغريديون ناخذ صوص طماط اللي هي حاضره من عند سفير نتاع بيتزا مفوحه حاضر باش دونك ما تقلقش روحك او طيب الطماطم ولا ريحه طماطم وزيدها فحات وعدل كل شيء هذه مريقله ملحه بكل شيء دونك باش نطرحها هكا بهالطريقه كاينه باش نعملوا كلال الفخيتاس دونك هكا تطرح طماطم مش برشا ما كثرش برشا باش ما تبليش الورقه نتاع الكريب من عند سمارت شيف توا باش ناخذ ونحط معاها دي زانغريديون اخرين سواء باش نحط دجاج سواء باش نحط خضره انا باش نحط شويه فلفل قصيته جويد خذيت اذا تحبوا المحرحه تنجموا تعملوا فلفل حار اذا ما تحبوش الحار اعملوا اكيد فلفل حلو هكا شويه قناريه زاده من عند سفير قناريه المفوحه هذه مرقده في الزيت ومرقده معها زعتر مفوحه بالقدا ولونها ابيض كان نعملها انا في الدار ما تجينيش بيضه بالطريقه هذه اي سي غير هي محليه حويجه مزيانه برشا دونك نعمل هلا القناريه هذه نحب نزيد معها حاجه نجم نزيد معها شويه دجاج انا طيبت شويه دجاج في الفحات نجم طيبه بالكركم ملح فلفل على الكاو كما نجم نعمله بالكيري كما نجم نعمله بال ابار الكيري نجم نعمل الزعتر نجم نعمل الفحات اللي نحب عليها انا نجم نعمله احمر بالبابريكا والا نحط فيه شويه هروس ممتاز الهروس هذيا بالفلفل الفرش من عند سفير حويجه فوحه بالقدا بالقدا دونك هذيا هكا نزيد معاهم رشه جبن والا نجم نحط معاهم شويه قوطه اللي ما نحبش الجبن اللي يكون قرع دونك هكا
ونلفهم بالكدا بالكدا كيفاش لفيت قبيله. دونك ناخذوا هكا نعملوا لفه من هنا في بالي هكا عاد لفت وبعد تالي سكرت اليمين على اليسار وبعد تالي كملت لفتهم. احنا بنعملوا بنفس الطريقه لكن باش يكونوا اعرض شوي خاطر احنا كيما لي ساندويتش هذوما من بعد نشوفكم واش نعملوهم باش نقصوهم كل شيء. دونك هذه واحده باش نخدموا هكا بنفس الطريقه باش نبختها بعد ما نكملوا نعملوا عليهم شويه جبن باش نحضر واحده اخرى بالهريسه الاختنا اميمه تحب الهريسه. دونك باش نحضر ناخذ الهريسه الفرشكه من عند سفير نحط منها شويه مش برشه مش باش نتشمتوا فيها عاد ولا نتشمتوا فيها فاطمه يمي بدي شميتي يمي بدي خليك محضر خير ما كان ما تاكلهاش هيك ناكل هنا نحب الحار انا حاضر جدا وبنينه الهريسه بالحق فوحه ما فيهاش القلوب نتاعها بزر لها وريحتها ياسر بنينه ياسر. دونك باش نحطوا معاها كيف كيف شويه فلفل اخضر. راه الفلفل الاخضر غني برشا بروتينات وغني برشا بالاملاح المعدنيه برشا فيتامين سي بالضبط فيه برشا فيتامين سي مضاد للاكسده وضيفتنا كانت تحكي على المضادات نتاع الاكسده الطبيعيه اللي تكون موجوده في الغلال ولا في الخضر. دونك باش نعمل معاهم شويه تون هذا بلا تونيزيان في الكريب في الكريب حاجه تونسيه باش ناخذ شويه زيتون مفرشخ هذا شو اسمه هذا فاطمه مفرشخ 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 من عند سفير سهل برشا باش نحي القلب نتاعو بما انه مدقدق هكا نحي القلب على شيره باش من بعد ما قلقناش الماكله بنفس الطريقه نكمل ناخذ كعيبه اخرى باش تكون دللت اميمه خلاص لا لازم اميمه لنا عاد سيرش عملي كعبه كيفها عملي كعبه كيفها برشا مصروف. دونك هنا باش نحط كيف كيف شويه جبن نفس الطريقة باش نعملها أقل علو هذه ونلف كيما لفت فتحية. ها يا سيدي فتحية خبرة في اللفات أبي عندوك تحليل. دونك هكا لفين الكريب 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 ضمير غاب مستتر ما نستعملوش. دونك هكا نلفهم بالكدا كعيبة باش نبختها باش نكمل أنا بنفس الطريقة مع بقية مكونات النجم نستعمل هنا طماطم شيحه من عند سفير كيما نجم نستعمل سلطه مشويه سلطه مشويه انا بصراحه مازال ما جربتهاش نحب نجربها على المباشر كان خايبه ما عجبتنيش في الجبن جربتها وانت ماكش بالحقيقه خلينا نقول لا تغيب كيكه هو يا ميمتي بنينه تهبوا بنينه بالله خلونا بالله اسمع خلونا نعمل بوبليسيتي وخلونا مشوية بالراس لا لا حتى بنينه 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 اسمع لا بيب ولا حتى شيء بالحق المنظر نتاعها كيفاش مدشر تنظر مشويه 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 بالله بالله تكونش على الكانون مشويه بالمجرد بالحق اخزروا لها عرفتك الهيلو كيما لي بيب نتاع الفلفل هكا التسطير باش تعرفها اللي هي مخدومه بالكدا بالضبط مزيانه كاينها مرحيه بالمهرس العربي كيما انا جربتها وانت غايب جربت انا اليوم دونك سكسي كبير شنو نعملوا لها اللي كان بتاع الدره هاي دره ويني نعملوا لها دجاج الهريسه ويني نعملوا لها دجاج ولا تن الهريسه موجوده تحب الهريسه خلي لك الذبه كذبه خلي لك هاي سيدي شويه هريسه بركه من عند سفير زاده نجم هنا نعمل معها شويه تن والا دجاج انا واش نشتي اش تحبوا تن نعملوا تن هاي سيدي تن اللفه نتاعو اسهل اسهل يس نجم هنا في عود جبن ملحي باش نعمل شويه جوتا دونك هكا دي كوبو نتاع جوتا هذه الدره خاطر تحب تضعف نعمل نعملوا لها جوتا اقل اقل مواد دهنيه يقول لي انت باش تخرجهم كل من الاستوديو باش تعشى واحده فاطمه لا فاطمه عامله الدوانه مع الشعب في بالي المره باش يبركوا خاصه كان يعرفوا طريق مروح دونك هكا هذوما ثلاث كعيبات نتاعينا حضروا توا باش نرش عليهم الكل جبن وندخلوهم للكوشه يتجمروا والا كيف ما قالت اميمه غراتيني غراتيني نحطوا مكيكه في الفور جايه ما نحطوه في الفور ما معاهم حتى شيء ما تخافش عليهم يذوب جبن يطول يذوب عليهم جبن يترخى ويتحمر شويه وقتها نخرجوهم في درجه حراره مئويه 180 ما نبطلوهمش كيف ما قلنا نتاع 7 دقائق ماكسيموم هذا الكريب نتاعنا برعايه سمارت شيف واكيد زاد بننها المكونات السمحة والحلوة من عند سفير بعد شوية احنا نكملوا بقية الاركان بتاع البرنامج بتاعنا توش نعمل توش نخرجوا بيب بيب